السلام عليكم. هناخد دلوقتي ال electric effect of the magnet. العالم اللي هو فاراداي عمل ايه من فكرة الماجنت المغناطيس، تمام؟ دخلوا في كويل، كبر كويل، ملف من النحاس، ووصلوا بلام. طبعا وصلوا باللمبة دي ليه؟ عشان يشوف هيمر كهربا ولا لأ. والمغناطيس ده قعد يحركه كتير، تمام، جوه الملف، يحركه يدخله ويطلعه وهكذا، تمام. باستمرار الحركة دي لقى الالكتريك لامب دي اللي هي اللمبة مالها، حصل لها ايه؟ نورت. This means that the electric energy electric current can be generated by a using magnet. ان انا ممكن اكون تيار كهربي عن طريق مين؟ الماجنت، تمام. طيب استخدمنا الفكرة دي في ايه؟ في الدينامو. الدينامو ده جاي من الحركة يا جماعة، جاي من كاينتيك انرجي، طاقة الحركة. حتى لما حد بيتحرك كتير نقول عليه ايه؟ ده عامل زي الدينامو. طيب ادي الدينامو اهو، فكرته عاملة زي ايه؟ ان انا بحرك الماجنت، خلاص، في ايه؟ في الكويل، الكبر كويل، فده بيولد لي الكتريستي. يبقى الفكرة قايمة ان انا ايه؟ الكينيتك انرجي moves the copper coil between the two poles of magnet to produce a electricity. بحول الكينيتك انرجي into electric energy، من طاقة حركة اللي هي الدينامو، من طاقة حركة لطاقة electric، لطاقة كهربية، تمام. عندي هنا ادي الماجنت، ادي التو بول بتاعت الماجنت، القطبين بتوعه، ماشي. وعندي هنا بمرر كبر واير، وهنا اميتر. اميتر ايه فايدته؟ عشان اقيس الكهرباء، الالكتريستي قد ايه. وبحرك الكبر واير ده، بحركه فوق وتحت بتوين التو بولز اهو، بحركه فوق وتحت، فوق وتحت اهو، زي ما انتم شايفين كده. فبلاقي الاميتر هنا بيتحرك، فبقيس الالكتريستي. طبعا بيزيد الكهرباء كل ما حركت الواير بسرعة اكتر، بسرعة اكتر، بسرعة اكتر، فلاقي ايه اللي عندي؟ الالكتريستي مالها increasing، تمام. وده كده الجزء الثاني من درس الايه؟ الماجنتيزم and electricity.